الضغط حساسيه او الناس اللي عندهم امراض تنفسيه من السده الشعبيه المزمنه وامراض الحساسيه سواء في الاطفال او الكبار او من اللي مناعتهم ضعيفه وبيجي لهم التهابات رئويه وشعبيه متكرره. نعم. دول تقسيمه ما ينزلوش. نعم. او اللي عنده اعراض كورونا. طبعا. او اعراض انفلونزا. تمام. رشح، زكام، احتقان في الزور، كحه، عطس. التزموا ببيوتكم. جديده يبقى لازم نلتزم ببيوتنا ونقعد كمان نعزل نفسنا. تمام. ليه؟ لأن كل واحد يقول إيه؟ لا أنا عندي شوية برد. ممكن الأطفال يقعدوا الكبار وهكذا. تمام. فممنوع إن حد يبقى عنده أعراض تنفسية ويقعد جنب حد، أبداً ممنوع اليومين دول بالذات. تمام يا دكتور. أغلب الإصابات اللي بتجيني من البيت كله يجي عنده العدوى. وامراض الصدريه اللي عندهم حساسيه او ربو او التهاب في الشعب او كده دول يقعدوا في البيت برضه ما ينزلوش اليومين دول. في الاوقات اللي هي فيها تقلبات الجو زي ما احنا شايفين في اتربه ودخان. نعم. والعواصف اللي احنا شايفينها كل ده هيهيج الحساسيه. تمام. هيخلي الانتكاسات هتزيد، الاعراض هتزيد، وبالتالي هناخد علاج اقوى. هل لبس الكمامة في الفترة دي مهم أكتر كمان؟ والله عندك حق، ده أنت فكرتيني بحاجة مهمة. هنا الكمامة بقى، ده أنا اللي عندهم حساسية يلبسوا كمامتين وثلاثة كمان لو اضطر ينزل. لو اضطر، نعم، لو اضطر ينزل. طب نيجي للسلام بقى. السلام دول ينزلوا عادي لو عندهم اضطرار في النزول. نعم. اللي عنده، احنا قلنا اللي عنده حساسية أو عنده كورونا خلاص، دول خلاص هيقعدوا في كل الحالات. لكن احنا بنتكلم الدكتور بتاعه بس يأهله العدوى والعلاج اللي هياخده، زي ما احنا قلنا قبل كده ان كل علاج مختلف عن التاني. الشخص السليم اللي لازم ينزل عشان مشاغله واكل عيشه تنصحه بايه؟ هنا بقى لازم اولا مناعته تبقى كويسه، ياكل يفطر كويس قبل ما ينزل، مش يقعد يفضل طول النهار ما ياكلش، لا مناعته تبقى كويسه. نعم. ويلبس كمامتين وخصوصا في الجو ده حتى لو في الشارع. حاضر. لانه هنا مهم قوي ان هو اللي بيبقى نازل وهيتعرض لاي اتربه او الغبار والبرد والطقس السيء ده. تمام. فممكن يزود عنده اي التهابات في الجهاز التنفسي العلوي او السفلي. تمام. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد صدقي رئيس قسم اقسام الصدر بجامعه الازهر الشريف. بشكر حضرتك يا دكتور.